ليش قاعد كذي؟ ما ما ببراد ما ببراد. قاعد بالنص ببراد. مشكلة. إخواننا وحبايبنا من فئة الإعاقة السمعية كيف؟ دحين يا سلام. ها ها اوكي شكرا اعز الله يحفظهم الله يحفظهم يا رب. ايش احلى عطر هني؟ حياك. لا لا بس 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 ايش احلى عطر بالمعرض؟ يا اخي قتلتني من اليوم ورايح زين على الاقل امدح وحيد. لا لا ايش اسوي؟ وحيد شو اخبارك حبيبي؟ سؤال، ايش سر الزحمه اللي عليك؟ ايش ايش اللي زرق هذا؟ احس شيء صيفي. في سمر كوليكشن، في اكسكلوزيف yes. كوليكشن اكسس بلو. ايه حصري. ايوه اشكرك. انا اتورط ذي بالانجليزي. لا لا حلو بس حال مناسبات. نسيت كنت على ترجمه اكسس بلو لوسف. اوكي ايه. اوكي حصري. هذا فتح فتح افتح. ثلاث عطور 400 واو. بوكس اذا خلص خلص. هذا العطر 400 حبه اذا خلص. البوكس كله كم؟ 43 ريال. لا لكن ثلاثه كمل لي. 50 50 50 150. يكفي حال شهر شهر يكفي اكثر. موفق موفق يا وحيد حبيبي 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 الرائع المبدع الحبيب الفنان صاحب الحنجره البلبليه خليل مخيني. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ايش السر هني؟ شم العطر واعطيني رايك. ايش سميته؟ ديز اسم فني. يا الله ايش مكوناته؟ قاعده العطر عود مسك عنبر وفي فانيلا حلو توت اسود وورد ابيض. يعني ما بالعود هذاك اللي فيه. صح صح شم فيه ياي كانه مخلط بالضبط. يعني هو شوف يعني شغل هرصور شغل فرنسا للامانه. لا 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 فيها هرصور فيه لازم ترى مسوي. الله اكبر جميل. على كم العطر؟ 25 25 ريال. عطر المبدع خليل المخيني ضروري تزوروه. أين المسرح؟ من المسرح مباشرة لمكان خليل المخيني. موفق يا حبيبي. هذا أنت يا أخي تضيع علينا شذي. أيوة أو لا؟ أيوة. أنفع بقروفكم؟ خلع. هين المرة هين الياي؟ تختار. أنت تختار. تنزانيا. تنزانيا. ها؟ مرة. شاهد؟ شاهد. ولك مني مصر بألف ريال. شير ودي. من عند من؟ من يعرف ايش معنى البانوش؟ البانوش هو نوع من انواع السفن العمانية اللي تعبر البحار والمحيطات. فاليوم اتانا الهنائي بهذا البراند الجميل وعمل لنا مشروعه الرائع ومشارك في معرض عمان للعطور بوث رقم D4T. انا شميت واحد. اي نعم صحيح. اللي هو هذا ارفع لي اياه لو تسمح. عطر تايفون. عطر تايفون اسمه تايفون. تايفون هذا يحاكي الرحلات البريه وانت تشغل الاخشاب احتراق الاخشاب الرائحه السموكيه مع الكستن والكراميل. الله ايش سالفه كل هذول اللي حاطينهم هني؟ هذه المكونات اللي تستخدم في العطور. ابرز المكونات عندك الزعفران، عندك الفلفل الوردي، الميراميه كذلك. يعني انت حتى عملت لهم محاكاه عن الاشياء اللي تستخدم في العطور جايبينها لكم. هذا يحكي قصة البراند. نعم. خبرني. هذا يحكي قصة الرحلات العمانية اللي وصلت إلى الصين، فاستخدمنا في اللبان العماني مع الورد الصيني. هذا أفخر أنواع الورود هو الورد الصيني. يا أخي أنا العطر وايد حبيته. كم ملي وعلى كم تبيعهم؟ عطورنا كلهم 100 ملي ب 36 ريال كل المجموعة إلا هذا العطر ب 55 ريال. ليش عاد هذا فوق راس ريشة؟ لأنه في الورد الصيني. الله 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 يحفظك. فعلا دائما المميز يكون سعره فيه. إذا كلهم على 35 ريال عدا صاحب الورد الصيني الممزوج باللبان العماني رفعته إلى 55. الله يحفظكم. أدعو الناس أنهم يزوروا منتجاتك الراقية والرائعة. رقم 40 أول ما تدخلون من البوابة رقم 2 تيون سيدة للبانوش. وهو يا مال أبحرنا إلى الصين. نعم. الأخ سيف بن خليفة الهنائي دائما يتكلم عن العطور وعنده شروحات. اباكم تضيفوا سنابه وتتابعوا. قول تم. تم. اي حد يكتب لك في الخاص تم اعمل لهم سحب على عطر المتابعين باذن الله. مسابقه اعمل لهم في حسابك. بيكاديلي للعطور هذا الشاب في بوث رقم D51. نسال الله بس ان يوفقك
وندعو ان الجميع يجي ويشجعك. من هين قلت لي انت؟ ما قدر ما قدر ما قدر.